100 يوم عدت على الأزمة الروسية الأوكرانية امبارح تحديداً، 100 يوم وما زال العالم كله بيعاني من ارتفاع في الأسعار بسبب حالة التضخم، بالإضافة لانهيار كبرى المؤسسات الاقتصادية والدول يعني الكبرى بسبب هذه الأزمة اللي جت بعد تداعيات كتيرة جداً، لأن ما فيش شك إن العالم كله النهاردة بيعيش في أزمة اقتصادية صعبة يمكن ما جاتش من 100 سنة قبل كده. والسبب في الأزمة دي النتائج اللي ترتبط على أحداث كتيرة قوي زي تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا والإغلاق التام اللي حصل في كل دول العالم، ويدوب العالم كده يعني خلاص ابتدينا اللي احنا ناخد نفسنا، ما عداش سنتين وحصلت الأزمة الأوكرانية الروسية اللي نتج عنها ارتفاع في الأسعار وأزمة تضخم كبيرة غير مسبوقة في العالم كله ككل. هديري صحيح، ويمكن يعني عاوز أقول لحضراتكم أنه هذه الأزمة الاقتصادية يمكن طالت مجموعة كبيرة جدا من دول العالم النامية وحتى الدول المتطورة، واحنا بنتكلم عن ارتفاع جنوني في التضخم. لو بنتكلم مثلا على الاقتصاد الأمريكي اللي طبعا بيعتبر واحد من أكبر اقتصاديات العالم، فاحنا قدام اقتصاد الآن يعاني من أزمة اقتصادية، وإجمالي الناتج المحلي انكمش، ومعدل تضخم في الأسعار بنسبة كبيرة جدا بالنسبة للمستهلك، والأسعار زادت على الجميع. احنا كنا بنتكلم كمان دلوقتي عن اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية إحدى الدول الكبرى. ده حقيقي، بس للأسف يعني زي ما بيقولوا كده تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، لأن مفيش مجرد ما بدأ حالة تعافي كورونا اللي كان بتتضمن يعني خروج مجموعة من الخبراء في الاقتصاد العالمي اللي قالوا أو كان عندهم حالة من حالات الأمل إن عام 2022 هتكون يعني في فترة من الانتعاش الاقتصادي مع عودة الشركات للتشغيل الكامل مرة أخرى بعد انتهاء تداعيات انتشار فيروس كورونا، وعودة أيضا المستهلكين للإنفاق في كل الأنشطة اللي توقف فيها الاقتصاد أثناء هذه الفترة الصعبة من الجائحة اللي ما كانوش قادرين اللي هم يعملوا فيها أي أنواع من أنواع الإنفاق بسبب وباء كورونا. لكن الأزمة الأوكرانية الروسية قلبت الموازين كلها، اتغيرت كل الأمور بمجرد ما يعني كان في خلاص بارقة أمل زي ما بيقولوا كده. حقيقي لازم الموازين تتقلب، لأنه إحنا بنتكلم عن تسارع في أمواج الغلاء ما شفناهوش، يمكن موجة من التضخم ما حصلتش من 100 سنة فاتت، شبح التضخم المصحوب بالركود، وبالتالي ارتفعت معدلات التضخم، قفزت يعني لأعلى كمان مستوى في عدد كبير من الدول، الأسعار اللي ارتفعت بشكل جنوني وغير مسبوق، خصوصا واحنا بنتكلم عن أسعار السلع الاستهلاكية اللي المواطن ما يقدرش انه يعيش أو يستغنى عنها. يعني ما فيش بالأمر أكتر من اللي احنا يعني ندعي في هذه الفترة الصعبة على أي حال، يعني ربنا يعدي هذه الأزمة الاقتصادية على خير، لأن يعني الحمد لله مصر في حالة من حالات الثبات وقدر على مواجهة هذه الأزمة من خلال امتصاص هذه الأزمة بمجموعة من المشروعات الخاصة، المشروعات القومية الكبرى الخاصة بالإنتاج الزراعي اللي يمكن أثبتت بها الدولة اللي هي كان عندها نوع من أنواع بعد النظر، زي ما شفنا الدلتا الجديدة، شفنا توشكا، شفنا مستقبل مصر، شفنا الريف المصري وغيرها من المشروعات اللي الحمد لله يعني قدرنا اللي احنا من خلال هذه المشروعات الكبرى اللي احنا نمتص هذه الأزمة، ويقدر المواطن ان هو يعيش في امن وامان ويعيش في حاله من الاطمئنان وراحه بال بمجرد او السبب فيها وجود هذه السلع في الاسواق، حتى لو كان فيها نسبه ارتفاع طفيفه، لكن الحمد لله وضعا اقتصاديا احنا افضل من غيرنا كتير قوي من الدول الكبرى تحديدا. يهدي صحيح، هي مساله ان وجود في خطوات استباقيه لمواجهه الازمات ده شيء غايه في الاهميه، لانه في الاخر مصر مش في معزل عن العالم، وما يحدث في العالم تتاثر به الدوله المصريه بشكل او باخر، فيتبقى انه نكون دايما جاهزين بخطط استباقيه، بخطط فيها تنسيق ما بين كل الوزارات. مساله توطين الصناعه وما يتم من توطين الصناعات شيء غايه في الاهميه، لانه في أزمات زي دي مسألة إنك تكون بتنتج شيء مهم جدا جدا. نصبح على حضراتكم في كل مكان، وصباح الخير يا مصر.